السلام عليكم. بما ان النهارده بدايه سكه يمين، خلونا نتكلم عن البدايه. البدايه القويه مهمه، بس الاستمرار على البدايه دي اهم من البدايه القويه ذات نفسها. عشان كده احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. مش شرط ان العمل يكون كبير وينقطع، لا خالص، ممكن عمل قليل بس يدوم، هو ده احب الاعمال الى الله. لو لاحظت هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الايه على لسان سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم: واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا. سيدنا موسى جمع في الايه ما بين البدايه القويه والعزيمه على الاستمرار. سيدنا موسى بيقول للغلام اللي معاه: انا هفضل امشي ورا هدف، انا هفضل ابص على حلمي، انا هفضل اطلب العلم حتى لو ده هيكلفني ان انا امشي سنين كتير قوي من عمري او امضي حقبا. علشان كده لو لاحظت هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بدا معظم الايات اللي بعدها بحرف الفاء اللي بيدل على السرعه والتحقيق. فلما بلغ، فلما جاوز، فانطلق. ربنا لما لقى من سيدنا موسى العمل والسعي على طول، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وربنا بيقول لك زي ما في ناس بتجري وبتمشي ورا هدفها وبتبص على حلمها ومتمسكة بيه وحاطة لنفسها بيج بوين، نقطة كبيرة كده في حياتها وعاوزين يوصلوا لها، برضو في ناس مع أول مطب ومن أول عقبة في حياتهم بتلاقيه يقف. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآية: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. ده واحد كان ماشي على الطريق بس للأسف مع أول مطب ومن أول عقبة وقف ورجع. ربنا بيقول لنا السبب هنا حاجتين: أول حاجة أعطى قليلا، البداية ضعيفة والحماس قليل والدوافع معدومة. السبب الثاني نتيجة للسبب الأولاني، بما أن البداية ضعيفة، بما أن الدوافع معدومة، بما أن الحماس قليل، أكيد هيقع وأكدى. العلماء بيقولوا وأكدى دي يعني انقطع، أكيد هينقطع عن كل حاجة بيعملها. اللي أنا عاوز أوصله لك النهاردة حاجة واحدة: اثبت، اثبت يا واحد، اثبت قدام أي ذنب لازق فيك وعمال كل شوية تقع فيه، قول له لأ، ربنا أكبر منك بكتير قوي وهسيبك قريب. اثبت قدام كل عقبة لسه هتقابلك في حياتك، لسه ياما هتشوف. ودايما خليك فاكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا استعن فاستعن بالله. أحيانا نجد وقيم أنثرها خلقا وشيئا، أملأها أملا وهما أعكس منها صورتي. إن